النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اليوم أعلمت أن وائل الدحتوح قطع برنامجه لظروف صحية طارئة عشان ربي يشفيه، واضطر العودة إلى الدوحة. ولكن عنونة العرب، صحيفة العرب هذه السابقة نتاع الهوني، زيارة وائل الدحتوح لتونس بين التعاطف والاستياء من قناة الجزيرة. الاستياء من قناة الجزيرة أم تحول فيما يتعلق بما حظي به وائل الدحتوح من تعاطف كبير من كل الأطراف؟ وين التركيز؟ أستاذ حسين، يعني إنسان يحترم نفسه وائل الدحتوح لابد أن يقام له يعني استقبال شعبي في شارع بورقيبة لمن أراد أن يكون متعاطفا مع القضية الفلسطينية، هذا أولا. ثانيا، وائل الدحتوح بمجيئه إلى نقابة الصحفيين، أنا أعتقد رأيي الشخصي أنه ارتكب خطأ كبيرا لا يقل فداحة عن خطأ أي مجيء الشيخ يوسف القرضاوي إلى زيارة تونس زمان بن علي. لم تفد الزيارة شيئا، يعني لم تثمر شيئا، بل أن بن علي يعني لم يستقبله، يعني تقريبا معناها لم يرحب به وبيض به وجه، بيض به هذا النظام. يبين أنه، وهذا سؤال أيضا يثير سؤالا آخر، الذين يتحدثون على أنه الحركات الإسلامية إخوانية وإرهابية لم يعترضوا على زيارة الشيخ يوسف القرضاوي فقط لأن بن علي هو من دعاه، وعندما يدعوه بن علي لا يجب أن يناقش، لأن بن علي كان من المقدسات، يتجاوز القرآن ويتجاوز، والآن صار هنالك من يتحدث على الرؤساء على أنهم أنبياء. لم يتحدثوا أيضا عن تركيا سنة 2008 عندما أقامت مطار نفيدة. كل ما يقوم بن علي يبرر. المهم أن هذا خطأ كبير وخطأ فادح، وأنا كنت من الرافضين، يعني لم أكتب شيئا، ولكني عندما يعني سئلت وأنت الآن تسألني تفضلت بالسؤال أرد عليك بالتالي. يعني وظيفة وائل الدحتوح هي يعني لا يمكن للجبل في حياة الإنسان أن يغيره الظرف. لماذا؟ لأن ليس هنالك وعي سياسي يمكن أن يجعل ما هو ظرفي يحاول يتغير. المدرسة التونسية بصفة عامة لا يوجد فيها من تحول من اليسار إلى اليمين. موجود أستاذ. من اليسار من المفكرين أتحدث. لا يوجد. يعني. السغنوشي وأصله قومي. لا قومي عروبي يعني. نعم يعني صحيح هو اسمح لي زهير يقول أنه الحركات القومية غير يسارية، وهذا حتى تصنيفها في الغرب تصرف على أنها حركات يمينية فعلا ليست يسارية. هذا ما يقول يسميه سيد زهير. نعم شوف العروبة أخي حسين، العروبة راهي التيار القومي فيه نوعان، فيه تيار علماني، لا تيار علماني عروبي، وهنالك تيار علماني تيار عروبي قومي، يعني تيار قومي لا يعتبر الإسلام مشكلة مثلا، لكن التيار الذي انتصر في التاريخ بحكم قوة الأجهزة هو الشق الثاني، التيار القومي العلماني. إذن خلينا من الإشكالية هذه. المهم أنه يعني وائل الدحتوح لن يغير في وعي هؤلاء الناس شيئا. شوف فقط مجيئه سلسلين فقط التوضيح، هو ثم مبادرة اسمها سفراء الجزيرة. كل سنة أنا كنت طالبة في معهد الصحافة وتشرفت أنه سنتين يعني متتاليتين يعني حضرت دورتين. من 2017 الجزيرة تنظم سنويا في دول عربية وفي تونس من عام 2017 بأسبوع أو أسبوعين للطلبة، ويأتي مكونون محترفون بينهم باعتباره هو مراسل صحفي، يعني هذا البرنامج الرسمي، ولكن يقول لك هو صحفي وتشرفت به نقابة الصحفيين. فين المشكل أستاذ سليم؟ يعني شوف هذا أقول في المشكل في التوظيف السياسي، يعني الذي يحترم الجزيرة هي على كل حال لا تحتاج إلى احترامه لأنها قناة عالمية تجاوزته. الاحترام هذا يفتك. الجزيرة يعني منذ زمان صارت مدرسة، أنك تحترم الجزيرة برمتها وتستدعيها بعد القصف وقبل القصف وتستدعي كل صحفية، ليس وائل الدحتوح فقط هو الصحفي الأخير في الجزيرة، بل هو يمكن الصحفي الأخير، هنالك جيل كامل من تيار الجزيرة، وتكرم هذه القناة لأنها كانت شريكا لنا في الثورة. الصحفيون الذين الآن يتكلمون بكل حرية عليهم أن يعرفوا وأن يتذكروا وهم يعرفون أن قناة الجزيرة كانت شريكهم في الثورة،
لولا هذه قناة الجزيرة التي فضحت والحلقة الأخيرة التي في اتجاه المعاكس، ما كان يمكن أن يقع كل هذا الانفجار في ذلك الوقت. ولكن الذي حدث هو نوع من عملية تبييض الوجه. يعني شوف الحجاج بن يوسف، لذلك أنا تحدثت عن سفينة، هذا المثال يعجبني كثيرا، لأن الحجاج بن يوسف الثقفي هو سيف بني أمية، قال نفر ملي عبد الملك بن مروان كنانته فوجدني أصلبها عودا. سكينة بنت الحسين، ولكن بعد صلفه صلف السلطة وعبثها بعد أن قتل زوجها مصعبا، فقالت جاء يخطبها، فقالت أترى أنك كفء لي؟ فقال أنا والي أمير المؤمنين وأمير جنده. فردت ليس بمثل هذا يوزن الرجال، فقد كان زوجي مصعبا واليا لأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير في العراق. أتضع هذه مبالة تلك، لكنك جئت سبب مجيئه لتمسح بطرف ثوبنا أمام العربي ما علق بسيوفك من دماء المسلمين. الذين جاءوا بالدحدوح ليسوا مقتنعين بأن الجزيرة تستحق المجيء، ولكن يعني مكره أخاك لبطل، بروا نجيبوها، لأنه نحن ناس ما عندهم ما يسوق، ما عندهم في السوق ما يذوقوا. لا يوجد اليوم تصور من اليسار، يعني الآن غير موجود، المقاومة اليسارية غير موجودة تقريبا، انتهت مع التنظيمات القديمة التي انتمت إلى حركة فتح. مبقى في المقاومة، مبقى في حجر المقاومة في البير ويد كان حجره، هو التيار الإسلامي المعني بهذا الصراع. وتعرفون يعني كيف نظر ربيع العربي إلى هذا التصور. يقول التصور الصهيوني، يقول علاقتنا صراعنا مع حركة فتح نعتبره وكل التيارات العلمانية صراع حول التناضح القومي، معناها احنا في الأبعاد القومية، البعد القومي وصراع البعد القومي، ولكن صراعنا مع التيار الإسلامي هو صراع خلاف ديني عميق، والأول يقبل ويمكن أن يقبل المساومة، ولكن التيار الثاني لا يقبل هذه المساومة. فجاءوا بالرجل، جاءوا به، ويعني كل على حدة، ولذلك فهم ولا شكون يتصور، لكن حظي باستقبال رئاسي، حتى نعطي كل ذي حق الحق. يعني عندما يستدعيه السيد سعيد بما هيك اختلفنا معه يعني، ولكن على خلاف القيادة الإسلامية السابقة، يعني حظي بالتشريف. شوف حظي بالتشريف، أبو زهرة كان موجود، أبو زهرة موجود قبل وائل الدحدوح، ووائل الدحدوح هو صحفي في الجزيرة، وليس صحفي، وليس هو من تنظيم المقاومة الذي الآن تفاوضه إسرائيل. من يريد أن يكون مع المقاومة عليه أن يستدعي قادتها، ولم يستقبل قادة الحركة المقاومة الإسلامية حماس من قبل الرئاسة، واستقبلوا فقط في عهد الترويكا، ودفعت الترويكا ثمن ذلك كثيرا، يعني دفعت ثمن ذلك الإزاحة من الحكم. لأن المشكلة الصهاينة ماذا يريدون؟ لا يريدون لهذه المقاومة أي بوفيه دوكسيجين، ما يحبوا حتى وشيجة بالعالم العربي الإسلامي، لأنها تعتمد نفسها من ذلك. ولذلك أنا لا أعتبر أنه عمليته بدليل أنه قطع زيارته، يعني أسباب صحية حسب التصريح. يعني شوف التصريح هذا في السياسة ما يصرح شيء، يعني يجب أن لا نغتر بالصدق. يعني التصريحات السياسية في أغلبها تكون إما لإبعادك عن شيء ما أو تجنب شيء ما، وهذا من طبيعة السياسة. ليس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل من هذا الذي معك، قال هذا هاد يهديني الطريق، لم يقول السبب الحقيقي، أنه ذاهب مهاجر من مكة إلى مدينة خوفا من بطش قريش. على كل حال هذه ألاعيب السياسة، ليست ألاعيب ولكن هي هذه الطرق السياسية، وهو صحفي، ومن أراد أن يغادر يمكن أن يتعلل بأي شيء. نعم، نذكر سيد المشاهدين قبل أن نمر لموضوع النسوية بأنه صرنا نبث على اليوتيوب، عندكم الرابط التالي زيتونة تي في أوفيسيال على اليوتيوب، صورة أنظف. نحاول نتابع على الفيسبوك واليوتيوب، وحتى من فاته المباشر يمكن أن يتابع حلقاتنا حصاد 24 على اليوتيوب.